اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. شنا هو أفضل وقت توجد فيه الفورد؟ هذا السؤال سولوه مئات ديال الناس في الانستغرام. اشترك في القناة أنجاوب عليه في هذا الفيديو. مر الإعلان. مرحبا بك في الإعلان ديال كورس الاجتماعيات. إلا عندك السيزيام أولى باك علمي أو لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك المادة متكاملة وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات، أو لا تدخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. دونك باش ندوي في الكوتي ديال وقتاش توجد الفروض، هذا البلان هذا كيحتاج ندوي شوية بال يعني نعطي واحد المعلومات علمية اللي جات في تقارير علمية. فمن بعد بزاف ديال الأبحاث، الصباح ولا الليل شكون هو أفضل وقت توجد فيه؟ فعلميا ما بيناتهم، ما بين الصباح والليل، يعني ما بين يعني في ديك الجويهر 4-5 ديال الصباح، هذا هو أفضل وقت، أفضل وقت توجد فيه. يعني من هذا الوقت للفوق أفضل وقت توجد فيه، وكيبقى غادي وكينقص غادي وكينقص، لأن هذا الوقت هذا كيكون عندك فيه الـ ATP واللي هو طاقة، يعني الجهاز العصبي كيكون ارتاح من بعد ما نعس وكيكون خد الطاقة الكافية، وبالتالي كتخدم مزيان للفروض ولأي حاجة. هذا هو الفيديو ديال اليوم. اللي مازال ما اشتركش في القناة اشترك ويفولويني على هذا الانستغرام. هذا تلقاو في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.